طريقه اكثر من رائعه. كيفاش تربح بدون راس المال والارواح انها تسحبها من ويستر يونيو؟ يعني ما عندكش واحد الحاجز، لا ما قدرتش نسحب فلوسي ولا ما عنديش راس المال، انما بدون راس مال وتقدر تسحبها من ويستر يونيو اذا كنتي باك تلمي طالب خدام ساليتي القرايه اي حاجه، تقدر انك تخدم في هذا الموقع بكل سهوله. السلام عليكم، كيف الاحوال ديالكم؟ اليوم متحمسه بزاف 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 بزاف، حيت الصراحه ملي كيكونوا فحال هاد الافكار فاطمه كتكون متحمسه. علاش؟ حيت عارفه انك انت اللي كتجهني دابا تستافد من هذه الفكره بزاف. الفكره ما كتحتاج لا راس مال، ما كتحتاج لا خبره، وما كتحتاجش انها ضروري تكون عندك شي طريقه ديال الدفع باش تقدر تسحب فلوسك. حيت انا عارفه انه بزاف منكم، سواء الناس اللي كتكون اقل من 18 ولا الناس اللي ما كتكونش عندها خبره كبيره، دائما كيجبروا المشكل انهم كيفاش انا نسحب فلوسي. كتجبرهم متخوفين، كيقول لك ها انا كاع مثلا خدمت في هذا الموقع، كيفاش نسحب فلوسي؟ كيفاش ندير هذا الشيء؟ باي بال ما بغاش يتسحليل، باي بال الباير كذلك، ما عارفش نخدم العمله التراكميه. لهذا الفكره ديال اليوم نسحبوا فلوسنا من ويستر يونيو ونوريكم كل شيء باثبات. وكذلك هذه الفكره تخلينا نستافدوا من الحاجات اللي ديجا دوزناهم، فحال الدروس اللي ديجا قريناهم، الامتحانات اللي ديجا دوزناهم، التمارين المنزليه، اي حاجه عندها علاقه بالدراسه. وماشي ضروري تكون انت باقي كتقرا، انما خاص تكون ديجا قريتي وباقا عندك داكشي، ولا عندك هذاكشي التمارين والامتحانات وهادشي كامل اللي خاص بالدراسه ديال الاولاد ديالك ديال خوتك، تقدر تستافد منها. ماشي ضروري تكون انت عاد تقدر تستافد. لكن قبل باش تزيدوا تحمسوا وتعرفوا قداش تقدروا انكم تربحوا من هذا الموقع، اجي نوريكم الارباح ديالي من هذه المنصه وموراها نكملكم كما شفتوا الارباح ديالي. ولكن باش نكون واقعي، يعني هاد الارباح ما ربحتوش نهار يومين ثلاث ايام، انما ربحتو في واحد المده. فانت كذلك ان شاء الله تقدر تحقق في حالات شي، هو خصك تتبع معايا مزيان. يعني ملي ندخلوا في التطبيق ونكون كنشرح لكم، تبعوا معايا جميع التفاصيل، انوريكم ليكزومبل. حيت شفت بزاف الناس كيقولوا لي فاطمه عطينا اكزومبل، انا نحاول نعطي لكم اكزومبل من عندي وانتم ان شاء الله تطبقوه وتمشيو مزيان. وحاجه اللي كتعجبني بزاف في هذا الموقع هي مثلا انا عندي واحد التمرين، ماشي نبيعو شخص واحد ومن يشريه مني صافي ما يقدروش يشريوه الناس الاخرين، لا، يقدر يشريه مني داك الناس كاملين. وكيبداو الارباح من 10 دولار على كل مثلا امتحان، ماشي يكون طبعا في ورقه وحده، وانما سيكون فيه 4 ديال الوريقات 5. انا نوريكم اكزومبل، فاي واحد يشري منك اتربع 10 دولار. تخيل معايا يشريوه منك 100 واحد، 200 واحد، 50 واحد، وتكون عامل بزاف، فتحقق بزاف ديال الارباح. بقاو معايا حتى الاخر، ودابا يلا بينا نبداو على بركه الله. دابا نبداو على بركه الله التطبيق. فندخلوا هنا الموقع، ملي كندخلوا الموقع كنجبروا على هذا الشكل. هنا كيقولوا لنا انهم كيخدموا 24 ساعه جميع ايام الاسبوع. نعملوا ساين اب. هنا كنحتاجوا الايميل ديالنا والاسم ديالنا والكود، هي ثلاثه الحاجات. مره كتفتح الحساب ديالك، ولا اذا بغيتيش هاد الخطوه هذه تسجل يا اما بالجيميل يا اما بالفيسبوك. فالمهم اول حاجه نبداو بها هنا، المهم هنايا سيل دوكيمنت. فاول حاجه تشوفوا هنا كيقول لك ابلود دوكيمنت اند ايرن اب تو 10 دولار، يعني تربح اكثر من 10 دولار على كل دوكيمون. فهنا كما كتشوفوا انا عندي 161 دوكيمون اللي ديجا نزلتهم، يعني منهم تمارين امتحانات كلشي، وكامل تابروفاو يعني كامل تقبلوا. هنا زيرو اللي ما تقبلوش، يعني اذا كان عندك شي واحد حسوا بك انك منقلو لشي بلاصه راه ما كيتقبلش. انا عندي كلشي مقبول، وهنا فهاد الزياده كتبان لي في المراجعه يعني كيتراجعوا. هنا كيمكن لك تابلودي، كتم الابلود كتختار هنا داك الملف اللي كتكون ديجا عملتي مثلا باوربوينت ولا في الوورد، يعني كتكون مقاد داك الامتحان ديالك كيف عامل. انا نبدا بشويه نوريكم اكزومبل. كتقادو موراها كتجي تملو ابلود، فكتابلودي هنايا، كيتابلودا كتسنى كيرجعو يا اما كيتقبل ولا كيترفض. تقبل صافي كتسنى الناس يشريوها من عندك. فهنا هما الدوكيمون موراها كيبان لك هنا اخر وحدين اللي تابلودا، ها هما عندي اكسبتي اكسبتي. هنا مهم ابلود دوكيمون ابروف، يوزر كيبداو يشوفو وصافي. موراها كيشريوها كتريسيفي الفلوس ديالك. هنا دو اند دونت، هنا فاش كيقولك شنو خصك دير، يعني شنو خصك دير شنو ما خصكش دير في هذا الموقع. خصو تكون عندك كواليتي مزيانه،
ديتاي في ديك الدوكيمون اللي غديرو، يعني يكون فيه جميع التفاصيل والكونتنت يكون مزيان. هنا ما خصكش تكون يعني لو كواليتي، يعني كواليتي تكون خايبه، ولا يكون عندك واحد بعد واحد داك العنوان خايب، وحاجات اخرى راهي ممكن لكم نتوما تقراوهم هنا بالتفاصيل. وواحد الحاجه المهمه هي هذيك الكوبي رايت، ما خصهاش تكون عندك كوبي رايت، ما تهزوش من شي بلاصه وتجي تنشرو هنا، راه كيعيقوا بك. هنا قال good content example و bad content example، يعني كنت ديك الدوكيمون لي مزيانين باش تشوف اكزومبل نتا وتعرف تبقى فحالهم، وهنا اللي خايبين ما خصكش دير فحالهم. اجي نشوفو نتسكيو حنا في هذا، شوف هذا فيه جوج صفاحي، شوف مثلا كيقول لك هذا التاريخ ديال يونايتد ستيتس وكيفاش عمل لك، شو كيفاش كاتب لك. هذا امر سهل هنا باش تاكدوا انه ما كاينش شي صعوبه، شوف كيفاش مكتوب عادي، هادشي اي واحد فيكم يقدر يديرو. هنا كيفاش عامل، وهنا لي دونت راه هو كيما تشوفوا الكواليتي زعما ما بايناش مزيان، وهادشي كيفاش مكتوب، كتحس ان هادشي ما مسطرش مزيان، يعني كيقول لك هاي شنو خصك دير، ها شنو ما خصكش دير، يعني كلشي واضح. نجي هنا فين الحساب ديالنا، نجي هنا للبالانس. البالانس واخا ديجا وريت لكم، نعاود نوريه لكم. نجي هنا البالانس ديالي، ويت هاي كيتشرشا. هنا كما كتشوفوا البالانس ديالي عندي 975 دولار، هي واحد 9700 درهم هكاك. فهنا كيبينوا لي يعني البيمنت اللي جاوني كاملين، هاي كما كتشوفوا كاملين كيبيعوا ب 10 دولار 10 دولار 10 دولار. ها امتى تشرا، وهذه 30 ماي، يعني البارح انا دابا كن لا قولي البارح انا كنصور واحد شهر 6. هنا 30، هذا 25 ماي، 25 ماي، 20 ماي، 17 ماي، هاي وباق النكست بيج هنايا. اولا كتجي هنايا نوتيفيكيشن كتشوفها، وما كيما كتشوف النوتيفيكيشن كيبانوا لك الناس اللي ديجا شراو منك و الدوكيمون ديالك وكلشي. هنا تفاصيل يعني ديال الدفع ديالك، اذا بغيتي دير مثلا هاد كاين حتى الريفوند، راه حتى واحد ما طلب الريفوند، مثلا دا شي واحد ما عجبوشي ويطلب لك الريفوند، راه حتى هي كاين هنايا. هنا كاين الدعم، اذا بغيتي تتواصل معاهم راه عندك اي مشكل راه يجاوبوك. هنا اذا بغينا نسيبو فلوسنا نديرو ويدراو ماني، هنا ويدراو ماني يجي تشوفو. هنا عندي انا 975 دولار، كيفاش نقدر نسحبها؟ كاين بايونير، كاين باي بال، ترانسفير وايز، ويستر يونيون، وهي اللي كنفتشو عليها. اش بانك، هادي ديبوزيت، هادي شي بانكا تشيك، وهنا امبيزا. امبيزا حنا مثلا اذا بغينا نختارو ويستر يونيون كيقولك كتوصل لك من نهار حتى من 3 ايام. فهنا موراها مثلا كتختار، مثلا انا بغيت نختار الباي بال، كيمكن لي نعمل سيليكت. هنا كنحط الباي بال ديالي وكنعمل ريكويست ترانسفير، فهنا كياخذ مثلا كيقول لك شحال قطعوا 3.5%، ويعني امتى يوصل لك فلوسك وكلشي بالتفاصيل. فحال هنا الباي بال كيوصلو حتى هو من يعني حتى الاسبوع كيبقى لك، وكل واحد شحال كيقطعوا لك. ويسترينو كيقطع لك 10 دولار وكيوصلك من نهار حتى 3 ايام. مهم انت كتختار الوسيله اللي بغيتي وكتختارها. اما بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي فاطمه واش كيدعم العربيه، كما كتشوفوا هنا راه كيقول لك انه كيدعم جميع اللغات من جميع البلدان في العالم، يعني اي لغه بغيتي. مثلا نجيو نديرو عربي نجربو، حيت ما عرفتش شنو نكتب بالعربيه. يعني آية الوقاية من هادي انتم شفتوها، هذا عمل ما عرف اش هنا التمارين، ولكن هذا الصراحة ما عملوش يعني بطريقة اللي منظمة بزاف. انا عطيكم مثلا ابسط حاجة، كاين الناس اللي مثلا كيكونوا اجانب وسلموا وباغي مثلا يتعلموا الصلاة، هذه ابسط حاجة. وحنا كما كتشوفوا في ابتدائي ديالنا في التحضير وداكشي كانوا علمونا الطريقة ديال الصلاة، الطريقة ديال الوضوء، تقدر انت داكشي ترتبو هنايا بالايماج ديالو بكلشي ديالو وتبيعو ويمشي لك. كاين مثلا بحال مثلا الاجانب حتى هما، حنا مثلا نستهدفوا الاجانب وحتى العرب مثلا، ولكن انا دابا كنقول لكم كيفاش نستهدفوا حتى الاجانب، لان الاجانب صراحة كيشريو بحال هادشي. مثلا اجانب كتجبر واحد اجنبي مثلا خصو يتعلم العربيه، تقدر تبقى تحط كل مره مثلا تحط كل دوكيمون علاين يعني في قواعد العربيه وتحطهم هنا وتشوف، فهمتي؟ ماشي ضروري انه حتى يكون دروس. انا عطيتكم اكزومبل فحال العوب صغارين، تقدر دير داكشي ديال ابتدائي مثلا، الناس يدخلوا يشريو منك العربيه،
ماشي ضروري انه يكون داكشي اللي قريناه في الباب ولا داكشي اللي قريناه في الثانويه ولا في الجامعه، كاين شي حاجات اللي بساطه نقدروا نمشيو لكم. هاد الفكره عطيتكم والله الا فكره اللي رائعه بزاف. المهم هذا هو الموقع كما شفتوا، يعني فيه شي حاجه اللي صعيبه صافي ابلود الدوكيمون ديالك ايت ابروفا ايت اكسبتا، الناس يبداو يشريو منك. ركز على هادشي ضروري يكونوا في الدوكيمون ديالك، مشي هنا باش تعلم كيفاش خصو يكون، والله يسهل على الجميع ان شاء الله. فهذا هو الفيديو، وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى ان هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، كذلك استفدتوا منه بزاف. شوفكم فيديو جديد ان شاء الله، تهلاو فراسكم وبسلامه.